بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين. شكرا لجميع الزملاء الذي سبقوني بالوصف والتعليق على أشواطنا السابقة. على بركة الله أعلنت هذه الانطلاقة، أعلنت هذه البداية مع بداية شوط الختام ومسك الختام، مع منافسات اللقاية وتحديات اللقاية. انطلق على بركة الله الشوط العاشر وهو الخاص باللقاية القعدان المفتوح مسافة 4 كيلومترات مع فئة اللقاية، حيث نلتقي من جديد في انطلاق جديد هنا مع هذه الأصايل، مع هذه الأسماء المنطلقة الباحثة عن النوماس الغالي، الباحثة عن الانتصار الثمين، وهو واحد من بين هذه الأسماء يكون بطل لهذا الشوط. بداية الشوط المركز الأول مع البداية شعار شواش، ولكن هجن الرئاسة من بدأوا الآن بالتغيير مع المركز الأول ومع الصدارة الأولى، مع المركز الأول مع هملول بشعار هجن الرئاسة بمتابعة حمدان بن محمد بن مروشد. يتابع لنا هملول مع المركز الأول ومع الصدارة الأولى، بينما النقلة والانتقال إلى ثاني المراكز شعار شواش وشعار مسفر بن يحيى بن سالم آل سليم مع المركز الثاني مع شواش، بينما المركز الثالث ناخذ المركز الثالث من يصل الآن شعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، مع ملبي على المركز الثالث بمتابعة فالح بن حمود البلوي. يتابع لنا ملبي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصلت هجن الرئاسة هنا على المركز الأول وعلى المركز الثالث على المركز الرابع ليبدأ التخطيط، ليبدأ التكتيك مع أصيل هجن الرئاسة بمتابعة بن مروشد. أيضا على المركز الخامس هجن الرئاسة وصل هنا مواجه بشعار هجن الرئاسة الشعار الأحمر القادم مع المركز الرابع ومع المركز الخامس بمتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد. يتابع لنا ويراقب لنا هجن الرئاسة. إذن مشاهدينا الكرام، هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى، الخمسة الشعارات المنطلقة المتواجدة في بداية الشوط وفي قمة الشوط. نعود مع المركز الأول بعدما اختتمنا النداء مع هجن الرئاسة، نعود مع هجن الرئاسة على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى مع هملول. هملول بشعار هجن الرئاسة الشعار الأحمر المتواجد على الصدارة الأولى، مع المركز الأول مع الصدارة الأولى مع البداية يقود هذه الأسماء بسيطرة رئاسية على المركز الأول، ولكن لا أمان إلا بعد خط النهاية، لا أمان إلا بعد خط النوماس. من القادم؟ وصل التعزيز، وصل الدعم الآن مع مواجه هجن الرئاسة بمتابعة بن مروشد حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد. هنا من يتابع لنا مواجه ويتابع لنا هملول على المركز الأول وعلى المركز الثاني. بدأ بالانطلاق الآن، بدأ بالتحدي الآن مع الكيلو الأخير، دقة أجراس
هذا الكيلو الأخير، هذا هو كيلو الإقلاع، جولة الأوامر، جولة التعليمات. ما شاء الله وتبارك الله، سيطرة رئاسية على المركز الأول وعلى المركز الثاني وعلى المركز الثالث، ليؤكد لنا على قوة هذا الشعار، على انتصار يسجل مع مواجه. والعصا في البطان، العصا قوس، العصا تسلم على الغارب الأصيل ينافس هذا المكان هنا مع هذا الزمان مع هذا الانطلاق. يا حمدان، يا بن محمد، يا بن سعيد، يا بن مراشد، ماذا أنت بفاعل هنا مع هذا الانتصار، مع هذا المساء، مع هذا الانطلاق؟ الشعار الأحمر، أحمر خطر، عبر إلى النوماس، عبر إلى الانتصار بدون أوامر، بدون تعليمات. هنا، هنا مع هذا النوماس، مع هذا الانتصار الكبير، مشكور 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 باسم الجمهور. يا راعي مواجه هنا على المركز الأول وعلى المركز الثاني يتنافس على النوماس، على الانتصار. سلامي عليك يا حمدان، يا بن محمد، يا بن سعيد، يا بن مراشد. تنتقل السلامات إلى أبناء دولة الإمارات مع هذا الشعار الأحمر والخطر على المركز الأول مع مواجه بشعار هجن الرياسة، المركز الثاني حضر هملول بشعار هجن الرياسة، هنا لتكون ثنائية بشعار هجن الرياسة. المركز الثالث وصل شواش مسفر بن يحيى بن سالم آل سليم على المركز الثالث. المركز الرابع شعار هجن الرياسة على المركز الرابع مع أصيل. المركز الخامس شعار سهيل إبراهيم بن مهدي بن حسين آل صلاح. إذن مشاهدينا الكرام، هكذا كان مسك الختام مع شعار هجن الرياسة، سيطر على المركز الأول وعلى المركز الثاني هنا لتتألق في هذا المساء مع النوماس ومع الانتصار. لحظات النوماس، لحظات الفوز الغالي هنا مع هذا البطل مواجه بدون أوامر وبدون أي تعليمات هنا على الإطلاق. 6 دقائق 13 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. المركز الثاني كان هو الحاضر هملول بشعار هجن الرياسة، 6 دقائق 14 ثانية، 30 جزءا من الثانية. المركز الثالث حضر فيه شواش مع المركز الثالث. هنا من كان حاضرا على المركز الثالث بالفعل هو شواش أم هو عكاش بشعار الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة مع المركز الثالث. 6 دقائق 24 ثانية، 33 جزءا من الثانية. المركز الرابع أصيل بشعار هجن الرياسة. المركز الخامس حضر هو الفايز جابر بن علي بن سعيد المري. إذن مشاهدينا الكرام، هكذا كان مسك الختام، وكان الختام مع مواجهة بشعار هجن الرياسة، ليتألق هذا الشعار الأحمر الخطير دائما وأبدا في هذا المساء. تألق حاضر هنا في هذا المساء. تهانينا وألف مبروك على هذا النوماس وعلى هذا الانتصار. هكذا كان مسك الختام مع مواجهة. إذن مشاهدينا الكرام، تهانينا وألف مبروك إلى جميع الفائزين في هذا المساء، وحظا أوفر إلى من لم يحالفه الحظ.